ايه مشكلة الزمالك؟ مفيش حاجة اسمها مشكلة الزمالك، هو الزمالك نفسه مشكلة. مش حاجة اسمها مشكلة الزمالك. لا تلعب الكرة في مصر من أجل المنافسة، انتهى الموضوع. اللي لسه مش واخد باله معرفش هياخد باله امتى. السيستم غير مصمم لذلك، السيستم غير مصمم لذلك أصلا. أنت بتتحدى السيستم. عند المدرب اصل مش عارف مين اتقيد، اصل ما اعرفش ما كانش المفروض الزناري، اصل كل دي مشاكل على فكره. انا لا انكر انها مشاكل، بس لما تتحل، لو اتحلت، هنفترض ان حد صاحي الصبح كده قام حلل لك كل المشاكل. انت مثلا هنقول ان في 10 مشاكل، ال10 اتحلوا بكره الصبح. السيستم غير مصمم للمنافسه ببساطه شديده. الكوره فلوس، في حد قرر ان في طرف هياخد فلوس اكتر من الناس كلها، فالطرف ده هيفضل سابق الناس كلها. هتشتغل انت بعبقريه شديده وتعمل حاجات ما جاتش في عقل بشر، وتخترع سيستم وتخترع بتاع مش وتكسب، هيقوم شاري كل التجربه بتاعتك دي وانتهينا. ما يا جماعه، اول تجربه لامعه في الالفيه الثالثه كانت منتخب شوقي غريب اللي خد ثالث العالم، الاهلي راح اشتراه كله ما نجحش. تاني اكتر حاجه بتلمع كان فرقه الاسماعيلي، الاهلي راح اشتراها كلها نجحت. بعد ما نجحت بقى يشتري اللعيب برقم 3 و4 و5 المصنف لرقم 3 و4 و5 في مركزه، اللي هو مش هيلعب في الاهلي بس عشان انت ما تاخدوش. طب هو ازاي قادر يعمل كده؟ عشان معاه فلوس. مين اللي حط الفلوس في جيبه؟ اسال بقى اللي حط الفلوس في جيبه. السيستم غير مصمم للمنافسه، الموضوع بسيط جدا. هل انت كزمالك بقى نادي ملائكي؟ لا، عندك مشاكل وعندك زفت، محدش اللي ينكر يبقى اعمى ومتخلف. هل الاهلي عنده مزايا وعنده احيانا ادارات كويسه؟ عنده، بس هي مش ده السبب. دي كلها قشور، احنا قاعدين مركزين، الناس قاعده تهرش في دماغها مركزه في القشور. في شيء اكبر بكتير من القشور، في شيء اكبر بكتير من القشور. نادي ميزانيته اكس عمره ما هينافس نادي ميزانيته 10 اكس، وميزانيته دي هو مش جايبها بافكاره الخزعبليه والتسويقيه والبتاع دي، فلوس بتتحط في جيبه، فلوس بتتحط في جيبه بتخليه هو 10 اكس واللي جنبه اكس، هينافسوا بعض ازاي يا جماعه؟ الموضوع وهمي، يعني كل اللي احنا قاعدين فيه ده وهم وهم. فنكبر دماغنا يعني، انا يعني لا مش هقول نكبر دماغنا، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. انا عن نفسي مش في جدول للموضوع، انا شايف ان في عملية استهلاك لمشاعر واعمار الناس عاطفيا في حاجة نهايتها محسومة. نهايتها مش معناها نهاية الجيم او نهاية الموسم، نهاية الحقبة. يعني مثلا كل 10 سنين هتبقى عارف كويس مين اللي هياخد الدوري اكتر من نص المرات، معاه فلوس اكتر من كل الناس، محطوط في جيبه فلوس اكتر من كل الناس. وحتى لما بيظهر حد تاني معاه فلوس تبتدي تظهر قرارات استثنائيه، ونغير لك هنا ونجيب لك الماتشات دي من هنا نحطها لك هنا، ويبقى مشروع قومي عند الدوله ان الاهلي ياخد دوري. حاجه تجنن يا جماعه، ما تخلوش الواحد يعك في الكلام بقى خلاص يعني.